موجود في شغلي، عندي دخل كويس، بعرف اسافر، بعرف اروح، موجود في ملف رئاسي، ولكن حسيت ان عندي مسؤوليه تجاه ولادنا بقى كلنا. ولادي ممكن يكونوا خلاص بيتربوا كويس، بيتعلموا شبه كويس، هم في مدارس خاصه عاديه، ولكن حسيت ان ولادنا كلنا عندي مسؤوليه، ولاد اخواتي، ولاد حضراتكم، عايز الحق اعمل اي حاجه. يمكن المنصب بالمسمى بتاعه سواء مستشار الوزير، دكتور طارق بيرجع لي في مجموعه موضوعات بقول رايي فيها، متحدث رسمي بيبقى بقى لغه التواصل ما بين الاعلام، الساده الصحفيين والاعلاميين. اولا هو مش قرار يا فندم، احنا يمكن طرحنا ده وقلنا اخر مره، هو مش قرار، هو مشروع تعليمي جديد بيشمل 55,000 مدرسه على مستوى الجمهوريه الموجودين، في منهم 850 مدرسه راح تتسع عليهم على المدارس التجريبيه. دكتور طارق شوقي قال ده القرار بانه قال المدارس ان شاء الله السنه الجايه كلها مستمره زي ما هي، التغيير هيبدا ان شاء الله من 19/20. تمام، يعني نفهم كده ان القرار هيتطبق من 19/20. قرار الشكلي بالنسبه لاستمرار المدارس التجريبيه بأي لغه اللي داخل سنه اولى السنه الجايه التعليميه الجديده هتطبق 18 19 على كل المدارس، واللي داخل السنه الجايه سنه اولى هيطبق المنظومه التعليميه الجديده على كل المدارس الموجوده في الجمهوريه كلها 18 19. الشكل، لو حد بيتكلم على الشكل بتاع المدارس التجريبيه 19 20 ان شاء الله.